ما دي احكي اليوم عن كيف فينا نتعاطى مع الايمجز. في عنا نحن clear all output. طيب كيف فينا في عنا نحن بال بال في عنا هيدا البيلو لايبراري PIL اختصار لبيلو مخدة. بنعمل import image هلا numpy بعدين انا اشتغل فيه مش هلا. فبالبيلو بكل بساطة بنستخدم هيدا الايمج دوت اوبن بنفس المحل اللي البروجكت موجود فيه. ففينا نعمل فولدر نسميه images ونحط الصور اللي بدنا اياها. هذه الصورة انا نزلتها من الانترنت يعني فيكم اي صورة بدكم اياها تعملوها صورتكم عنده اي شيء. فاللي بدي اعمله هلا هون بدي احكي فيه هو بالحقيقة كيف فينا نحن نتحكم بالايمج بشكل انه يعني كأنه الفوتوشوب بايدك كبروجرامر. اوكي انت كبروجرامر عمل اللي بدك. فمن بعد ما بنحصل على هذا الايمج هيدا نعمل سبلت هون بصير انا معنا شوي اكتر. اديت ايه فهلا نحن اخذنا هذا الايمج حطينا هذا الفايل حتى عفوا حطينا الاوبجكت ايمج هو صار بيشير له هو ريفرنس له. ف هو هات نشوف الصوره فعليا كيف هي بكل بساطه قلت له ايمج وخليه يورجيك اياها. هلا الاوبجكت هذا حقيقه مليان انفورميشن مليان معلومات يعني غني بالمعلومات وعنده امكانيات. فمثلا اذا بتقول له دوت هايت فبيقول لك 1440 فعلا طوله 1440 بكسل على الارجح ويدث 1920 دائما الويدث بيكون اكثر من الهايت. وهون الصوره المسابقه هي عندها اسبيكت ريشيو 1920 اسمي 1940 اسم 1440 بيطلع الجواب 4 على 3 يعني 1.33 4 على 3. طيب في عنا فوق شو اسمه مود. المود هو ار جي بي لان هيدي الصوره فيها ثلاث الوان. حتى نعمل كنحصل حتى نحصل عليها ك ك كنمباي اري يعني انا في اخذها كنمباي اري بس بدي اخذها كنمباي اري بس لورجيكم شغله. وين سبلت سيل. اوكي فهلا حصلنا عليها ك نمباي اري هي اري. خلينا اعمل شغله اوضح شوي دوت شيب هي ف 1440 1920 هذا عدد الروز يعني بالطول قديش هذا بالعرض 1920 وليش 3 لانه هي ار جي بي. فاذا ففرضا ممكن واحد يفكر انه المقصد منه انه هيدا الاي ام فرضا نمباي هلا صرنا اذا تقول له زيرو مثلا انه والله الاوبجكت اللي هون فرضا هو هيدا الاري فرضا ل قياسه بالمناسبة هو هيدا نقول له دوت شيب هيدا هو قياسه. ف هو نفس الشيء الوان عنده نفس القياس والتو عنده نفس القياس وكل عدد من هالاعداد هاي يعني انا اذا بقول له فرضا تعال نختار عدد عشوائي مثلا او ليش عدد عشوائي هيدا اللي ورجيني اياه تلاحظ الارقام مثلا هيك هلا في ارقام بعد جوا بالنص مخبيه شوي كبيره يعني بس لازم الارقام بفتكر ما لازم يتخطوا 255 وما لازم يكونوا كمان اصغر من زيرو. هلا هي فاذا نحن شفناها كمود هلا تعال نشوف الصوره كفورمات هي جي بيج. اوكي فهل هن الارقام الموجودين بهالجي بيج ايمج. فهلا بنرجع على الايمج هلا بس عم ايمج اقول ايمج يعني انا عم استعمل ايمج اوبجكت وما عم استعمل نمباي اري. هو ما ضروري نستعمل نمباي اري يعني انا فيي ممكن اعدل عليها شيء. كيف يعني اعدل؟ مثلا فيي استخدم الريسايز. الريسايز كثير مهمه. تعال نصغرها شوي نعملها 400 300 400 هو الويدث ويعني عدد الكولمز وهذا هو الهايت.
للأسف الإيمج هيك بتفهمهم، يعني هي بتفهمهم بهالصيغة هاي، width و height. يعني ما نفوت 300 400، فوت 400 300. فإذا ما عندنا نعمل له ريسايز حتى نشوف الصورة هيا. هلا هون ورجينا، لا بعدها هي ذاتها، لانه اصلا بعد عم بورجيني الايمج من دون، لانه هي الفاليو اللي بترد هي المهمه. اوكي، فهيك بتشوفوها انه هي عن جد صغرت. انا بعد ما حصلت عليها هيك في كبرها اذا بدي، كمان بعمل له ريسايز. رح ارجع كبرها لل 1920 1440. اخترت 400 على 300، 400 300 لانه بحافظ على اسبيكت ريشيو، بتكون شغله منيحه. اوكي، ف هلا حيرجع، يعني هو صغرها ورجع كبرها، بتلاحظوا هون خسر معلومات، بيطلعوا هون كيف هيك جاي مجرح، ما مجرح انا منيح. ما بعرف اذا انا ورجيتكم الصورة بالاول او لا، متى نورجيكم اياها من جديد. فهي الصورة بالاصل هيك، هي صورة حلوة ما اشبه شيء مهضومة، بس هي الصورة هي اصلا هيك مغبشة، ظاهرة اخذين الصورة هو والترين عم يمشي، وما بعرف اخذينها من ورا او ما بعرف، بجوز من قدام من ورا ما بعرف. هكذا احوال، فبتلاحظوا الفرق. هلا بريسايز هاي امكانياته هائله، يعني ما ضروري احافظ على اسبكت ريشيو رح اعمل ريسايز، في اعمل مثلا 40 30، هذا الويدث، الويدث 40، الويدث صغير كتير فهي ما اصغره، السكه هيك صارت مهضوم. ومن بعد ما نحن تعمل شغله غريبه شوي 1440، بدي ارجع هون اعملها مرة تانية ريسايز بالحجم الطبيعي 1920 و 1440 لشوف شو بصير. فانا بكون بس روحت الويدث الهايت على اساس، على اساس انه الهايت ضل هو زيرو. لا كلها تدمرت، يعني ما بعرف لما اخذها على ال 40 ما بعرف شو اللي صار. يعني اول مره يمكن هول 1440 ما بعرف عدلون قيمه، ما عدلون قيمه بفتكر، لا ما بعرف اذا هو لحاله بيعمل نوع من الاسبكت ريشيو او شيء هيك. على كل الاحوال، فمهم هذه هي الفكره، هذه من شوي من امكانياته. هلا فينا، في عندنا باي بلوت، لازم نقول له امبورت باي بلوت بعتقد بشي محل. الباي بلوت له ميزة على انه نورجي الصورة بهالطريقة هاي، هيدا نفتش عليه. هي اذا هو بالمات بلوت ليب، بدنا نعمل امبورت للباي بلوت، بدي استخدم هيدي الباي بلوت دوت اي ام شو. اوكي، فإذا هتا ننزل فيها شوي، خليها ما بيأثر ريسايز، ما بيأثر تحت هاي، تحت هاي. اوكي، حقيقة بدي هون زيد سال، وهون رح اعمل الباي بلوت. فإذا هي كانت اي ام جي، الاوبجكت كان اي ام جي ايمج، هي اي ام جي، هي الصورة تاعتنا، هي الصورة الأصلية، هي صورة ملونة طبعا، فا ما شاء الله عليها حلوة. وهيدا هيك بنشوفها بالباي بلوت. باي بلوت بحافظ على حجم صغير هالقد بيطلع قدها، وبورجينيها مرقم شوي، يعني بالأرقام يعني الواحد ما بضيع، بس حجمها أصغر شوي. مهم، شو كمان بدنا نورجيكم؟ هلا في عنا هاي شغله كمان مهمه، اي ام جي دوت كونفرت. انا في احولها، في عنا الاي ام جي دوت، نشوف في عنا شيء اسمه كونفرت. ايه تمام، كل هاي ضمن الاوبجكت اللي اسمه ايمج، ففينا نحوله. اذا انا هو ار جي بي ايمج، فاذا انا في له كونفرت ال او بيطلع لي مثلا ايمج 1، وهل ايمج 1 فيه شوفه اذا بدي، هات نشوفه. مثلا رح احط هون ايمج 1، خلينا نعمل سبليت،
إذا هلأ رح نشوفه أبيض وأسود، معناتها هو خسر ال يعني هلأ ال array كانت هي 1920 1440 و3 3، لأنه واحد لل مثلا أحمر أخضر أزرق red green blue. فهذا هلأ هيدي ال image 1 أبيض أسود رح أخدها بال numpy array. هلأ هي منا شغلة كتير مهمة التايب، خليها منا مهمة. وهي نمباي اري، يلا خليها تايب. هلو برنت هاي طبعا بس بدي احط الشيب لانه مهضومة شوي بالشيب، لو جري اي ام دوت شيب. فهو 1440 1920 راحوا الدايمنشن الثالث، ما عاد له قيمة لانه صار ابيض اسود. في كمان مرة تانية بعد ما حولتها ك numpy array في ارجع ردها ك، على فكرة بعد ما انا عملت هون resize لها كان في يقول له dot save، يعني انا في سيفها واحط حطها بالمكان اللي انا بدي اياه، مثلا انا بحطها بال images folder وبسميها الاسم اللي بدي اياه، مثلا resize.jpg فرض. فعلا هلا ما ههتم للموضوع، هلا هات نسيفها فعلا. هلا هو سيف، يعني اذا بشوفها هلا هون حلاقيها مسيف. طيب فاذا حولناها ل بعدها هون ايمج، حولناها لنمباي اري، شفناها طلعت قياسها هالقد. كان في شوف قياسها من دون ما احولها لنمباي اري، استعمل هايت وويدث هون بس منها مشكله. وشو كمان من بعد حولها، هلا في كتير اشياء تغييرات فينا نعملها من غير الريسايز. لما نكون لا مش قصدي ريسايز، في تغييرات مهمة بقدر اعملها يمكن اذا رحت على numpy array. يعني انا عم استعمل هيدا الاوبجكت gray underscore m، في تغييرات مهمة في اعملها. وبعدين في ارجع ردها مرة تانية كامج اوبجكت بواسطة هيدي image dot from array، يعني from numpy array بكون عم باخذ هون النمباي اري جراي ام، فهيدي جراي ايمج، وبعدين هيدي جراي ايمج في اطباعها مثل ما بدي. اذا بقول له برنت اطبع لي التايب تاعها، فعم بكون بيلو ردها بيلو ايمج. وهيدا جراي ايمج في سيفها اذا بدي، ما عندنا مشكله. فما في شيء كثير عظيم بهالخبريه هاي. الفكره انا يكون عندي انا بيلو ايمج برجع بحولها نمباي اري، بعدل اللي بدي بعدله. وبعدين شو يعني بعدل اللي بدي بعدله؟ حتى نشوف تنشوف شو فينا نعدل فعليا، يعني في نشوفهم بالارقام وحده وحده هيك طريقه مهضومه باسلوب النمباي اري، اسلوب محبب. و ما بعرف بعد شيء هيك هون مهضوم. اوكي في انا كنت عم جرب هيك اتسلى فيها، قلت ليش ما خليني بس احط الصوره مثل ما هي. هلا اعمل جراي اندرسكور ام، هي عندنا اياها شو عامل انا هون جراي ام. هلا انا كنت عم بشتغل جراي ام جراي ام، ما بيأثر، هي الامج الاصليه هي بالملون، فانا مسميها جراي ام، ما بعرف التسميه عاطله شوي بس ما بيأثر. فالجراي ام هي نفس الامج، يعني اذا بدي انا اشتغل اصول لازم اقول له ام، وهيدي ام دوت شيب ما في شي مهم، هيدي بنعرفها واستخدمناها قبل شوي. ف هلا اذا من امكانيات النمباي، اذا انا بحط هيك ناقص 150 فبنقص 150 من، فهيدي رح اسميها بلس بدل جراي بلس بلس بلس، وهيدي بلس وهي بلس وهي كمان بلس. فهون شو عم بقول؟ انا عم نقص من كل وحده، هيدي مكرره 3 مرات، هالاريه مكرره 3 مرات، وحده مثلا جراد وحده جرين وحده بلو. فانا في نقص من كل عدد، في نقص 150 او في نقص بدي، في نقص 5 3 شو ما كان، بس انا حبيت نقص 150 وطلع شيء مهضوم. لحتى نرجع نتذكر الصوره كيف كانت، اعمل انسرت سيل بلو هيدا I am dot
ولا هي باي بلوت انا كمان بدي احطها دوت ام شو والام الام ولا لا لازم ال لازم الايمج ورجيها بس هات نجرب انا هلا اخذتها كنمباي اري والله اخذها كنمباي اري ورجاني مش عارف الباي بلوت هو بيحب ياخذ الايمج يمكن ولا الام وين استعملناها قبل شوي ولا بيزبط على الاثنين باي بلوت دوت اي ام شو فيها ناخذ الايمج اوبجكت اللي هو بيلو ايمج وفيك تاخذ كمان وينو فيك تاخد ام يعني اثنيناتهم بيزبطوا ال وينو هيدا هيدا هي هو هيدا الايمج فعليا هي هاي هون قاعدة هون اوكي هي كايمج بيزبط وك ام بيزبط حتى ك ام بيزبط يعني اذا بقول له هون هاي وهاي كمان هي ذات نفس الصورة هاي هي ذات هاي طيب عال هي ذات مهمة باي بلوت طيب فنحن اخذنا ك نمباي اري عم نقص منه من كل عدد عم نقص منه 150 وهيدي بلس اكبر هيدي بوليان فهيدا البوليان يعني هيدا البلس هي الدايمنشن تاع البلس هو كمان قد الدايمنشن لهو نفس الشيء يعني الشيب تاعه هو ذاته الشيب هي عنده ثلاثة دايمنشن بس انه الشيب هو شيء وحتى هيدا البوليان اللي هون كمان بيقول لك ترو فولس فإذا كانت أكبر من 255 هو ما رح يكون أكبر يعني عم نقص عم صغر الأرقام عم كبرها يعني هي مستحيل يعني هيك كلياتهم طلعوا فولس 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 أما هون ممكن ممكن شيء منهم يطلع ترو فإذا كان هيك البلس للأري بنفس الدايمنشنات بفوت عليهم هي لأنه هي هيدا أري هي نمباي أري عندها انه نفس الدايمنشنز وهيك فبفوت عليهم اوبجكت اوبجكت و ترو ترو مثلا اذا في شيء طلع بالناقص ف بفوت عليه بيعملوا ترو وبس هيدي انا حاعملها زيرو لحتى اقدر اني اطبعها لحتى اقدر اطبعها بشكل صحيح لانه بدي انا شوف الصوره فعليا فانا هون بدي اشوف ال اوكي فانا رح اسميها هيدا ايمج underscore plus فبنشوف منظرها كيف صار هيك مهضوم شوي اللون ال ما بعرف حافظ على اللون الاخضر او شيء هيك وفعليا كلهم غيروا الريد والجرين واللو كلهم غيروا كلهم تنقص منهم 150 طيب اوكي فمن بعد ما نحصل عليها هيك في اطبعها في حفظها في حولها ل image بلا بيلو ايمج اصلا هيدي الايمج اصلا هي هلا ايمج بلس اصلا هي بيلو ايمج فهي الايمج بلس مثل ما هي في اعملها دوت سيف وحفظها مثل ما بدك وبتتحفظ فهيدي الاشياء الكتير اللي فيها نعملها هيدي بس اوفر فيو انا عم بعمل هون رح اترك البان يعني نزيح الايمج يمين وشمال وطلع ونزول رح اتركها هيدي لبعدين الفيديو اللي بعد هيدا ان شاء الله او تقريبا ايه هون حلو واحد يتسلى فيهم مثلا انه والله انه هو العام كان عم يتسلى بالرد والجرين والبلو مثلا انه فرضا اذا بتقول له اذا هون بعملها مثلا ثلاثة وهون واحد وهون واحد اسمي اربعة مثلا ثلاثة اسمي خمسة ثلاثة واحد واحد خمسة اسمي خمسة يعني كأني عملت افريج بس كأني عطيت تركيز اكثر للرد اذا كان هذا رد ما بعرف انا ما بعرف اذا كان هو عن جد رد بس انه اذا كان رد فبكون عطيته انه قوة اكثر ويت اكثر اكبر ولانه الارقام ما رح تطلع بالفواصل مشان هيك عملت الفلور وبدي ظبط التايب لانه لازم يكون يو انت 8 اوكي لحتى يفهمها مزبوط ومن بعد ما حصلت عليها في حولها لبيلو وفي بلا بيلو اتفقنا انه بيمشي الحال هيك ففي فوت الافرج لهون دغري
وقول له ورجيني. فإذا أعطينا تركيز للرد لك منظرها كيف بيطلع. حقيقة ما بعرف، اللون حلو حقيقة، رسمة حلوة، باينة مثل الألوان اللي بتطلع بالإنفراد أشعة ما تحت الحمراء الكاميرات وهيك، ما بعرف. هات نلعب فيها شوي. بس هيدي أعطيناها واحد، أخذنا التاني. تقريبا نفس اللون، ولكن هن مش مثل بعض، لانه انا مجربهم. يعني انا عامل كمبير لهاي على اساس انه هي رد، ولهاي وكمان لهاي لحال، ومش نوع، مش نفس الاجوبه، بيفرقوا عن بعض، مش نفس الاري. يعني هون حتى هون انا جربت مثلا اطبع هاي واطبع هاي واطبع هاي، بيشبهوا بعض، بس اللي بدق مزبوط بلاقي فروقات. يمكن شيء له علاقة بالجي باك، حتى بهالكود الصغير اللي هون، يعني هو مثل بوليان اري، بتريد لك ترو فولس بقياس هالاري الأقل، هي حيكون 1029 تايمز 1440، أو بالأحرى 1440 كنمباي اري، لأنه هي 1440 رو و 1029 كولم. ف قلت له عدل لي عدل لي الترو، عدل لي كم وحدة ترو بيطلعوا من هون. فطلعت 30 300 ألف. اوكي، اما هو حجم الاري كلها سوا هي هذا الرقم هو ذاته 1920 ضرب 1440. اوكي، المهم ف حتى جربت اطبعهم هيك سيف، انه الجرين والراد وكذا، ما كتير في فروقات يمكن، بس مش ببساطة لواحد يلقطهم. ريسايز تقريبا هيدا كل شي كان بدي ورجيكم اياه. هترك البان للفيديو اللي بعده، ولابد بالاخر اني اوجه تحية لهول الابطال المجاهدين، الله يكرمهم، وهول اللي عم يدافعوا عن عزة الامة. هون نموذج من ابطال كتار غيرهم، والله يرحمهم ويرحم كل المؤمنين اللي عم، كل الفصائل اللي عم بيحاولوا انه يرفعوا شأن الأمة، وبالتوفيق.